يا ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير شر وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة الخامسة، معركة المنطق والتجربة. تخيل نفسك رجعت في الزمن للقرن ال17، عصر النهضة الأوروبية، واقف في قاعة كبيرة، عن يمينك مجموعة من الرجال الأوروبيين ملامحهم هادية ومألوفة، ديكارت، سبينوزا وليبنز، وعلى شمالك مجموعة من الرجال الإنجليز بملامح باردة، جون لوك، بيركلي وديفيد هيوم. ديكارت بيحاول يشرح ازاي حواسنا مليانة بالمشاكل، وان المعرفة اللي بتوصل لنا عن طريقها ما نقدرش نعتمد عليها كمصدر للمعرفة الحق. ديكارت قال: يا جماعة فهموني، يعني مثلا لو دورتوا حواليكوا في الكون عن نموذج المثلث المثالي مش هتلاقي ولا مثال واحد، حتى الهرم الاكبر في مصر. لو بصيتوا في اي مثلث حواليكوا هتكتشفوا في النهاية ان اضلاعه مش منتظمة، وبالرغم من كده كلنا عارفين ان في مثلث مثالي كل اضلاعه منتظمه. سبينوزا هيدعمه ويقول: بالظبط، فكره المثلث الكامل هي الفكره الحقيقيه المجرده اللي منها بنتعرف على كل اشكال المثلثات الغير كامله في العالم اللي حوالينا. لوك هيرد ويقول: وازاي نقدر نوصل للافكار المجرده دي اذا كان ديكارت مش عاوزنا نعتمد على حواسنا؟ ديكارت: الافكار دي فطريه موجودة معانا من لحظة ميلادنا، وهي الأساس لكل المعرفة اللي بنكتسبها بعد كده في الحياة. ديفيد هيوم باين إن هو مش مبسوط، هيرد ويقول: كلام مش منطقي أبدا، تقدروا تحصروا لنا الأفكار المنطقية دي طالما أنتم متأكدين منها؟ هيرد ديكارت بسرعة: إحنا ما نقدرش نحصرها كلها، لكن عندك مثلا أفكار زي الله، العدم، النهائية أو النسبية، وبعدين على العموم إحنا نقدر نستخدم الاستنتاج الاستنباطي علشان نستنتج حقائق تانية من الحقائق الفطرية، زي ما بنعمل في البرهان الهندسي بالظبط، نبدأ بمعطيات وننتهي بحقائق جديدة. لوك قاطع ديكارت بسرعة وقال: ده كلام فارغ، مفيش حاجة اسمها أفكار فطرية، إحنا بنتولد زي الورقة البيضة، مفيش أي أفكار ولا معرفة في عقولنا، بس من خلال خبراتنا وتجاربنا اليومية بنبني معرفة في عقولنا. هيوم هيدعم لوك ويقول: بالظبط، وبعدين مين قالك إن الله فكرة فطرية؟ الله فكرة بنوصل لها عن طريق خبراتنا في الحياة اليومية، أو حتى السببية أو النهائية، كلها يا سيدي أفكار عادية ممكن نوصل لها عن طريق خبراتنا من غير ما نعتمد على أفكار فطرية عشان نعرفها. لوك هيكمل: وبعدين يا ديكارت أنت بتقول إن الأفكار الفطرية دي بنتولد بيها وتفضل معانا ونوصل لها بالتقدم في الزمن، طيب وخلال الوقت ده المعرفة اللي بنكتسبها عن حواسنا إيه اللي بيحصل لها؟ وإزاي عقلنا بيجمع ما بين المعرفة المكتسبة عن طريق الحواس والأفكار الفطرية ويقدر يوفق بينهم؟ ديكارت واضح عليه أنه بيفكر بعمق في السؤال الصعب اللي طرحه جون لوك، لكن هيوم هيقطع حبل أفكاره ويقول: وبعدين يا جماعة فكرة أننا بنزود معرفتنا عن طريق الاستنتاج الاستنباطي دي مش مظبوطة أبدا، في الواقع معرفتنا بتزيد عن طريق تعميم خبراتنا، أو زي ما أنا بحب أسميه الاستقراء Induction. يعني أنا لو كسرت 10 ألواح إزاز بشاكوش أقدر أعمم على التجربة دي إن أي لوح إزاز بنفس المواصفات هخبطه بالشاكوش هيتكسر هو كمان، الأول بنلاحظ وبعد كده نعمم المعرفة وهكذا.
هيرد ليبنز ويقول: طيب يا جماعة فهمونا إزاي ممكن توصلوا لمعرفة زي معرفة الأرقام والحساب عن طريق الحواس؟ الموقف معقد وواضح إن الطرفين مش قادرين يوصلوا لحل وسط. في اللحظة اللي هنشوف فيها شخص طويل بملامح عملية وحادة دخل القاعة ووقف بين الفريقين، بيركلي هيقول: كويس، أدي إيمانويل كانت، شخص محايد يحكم ما بيننا. هيرد ليبنز: كانت مش محايد، كلنا عارفين ميوله الأفكار التجريبيين. هيوم هيقول: لكنه مش من التجريبيين. كانت هيبتسم بهدوء وثقة ويقول: أنا مش هنكر إعجابي بالمدرسة التجريبية وأفكارها، لكني مش هقدر أنكر إن سير ليبنز عنده حق في سؤاله. المدرسة التجريبية مش قادرة تجاوب على إزاي بنوصل للأفكار والمبادئ الرياضية المجردة. بان عدم الارتياح على وش جون لوك والسرور على وش ليبنز. كانت هيكمل: بس برضو يا ديكارت، فكرة الأفكار الفطرية دي مش معقولة أبدا. أنا معاك إنه واضح جدا إن في شيء مشترك وبيربط تجربتنا في الوصول للمعرفة كبشر، لكن أنا بعتقد زي سير جون لوك إن إحنا بنتولد زي الورقة البيضة وبنكتسب معرفتنا عن طريق التفاعل مع الحياة، لكن بدل الأفكار الفطرية أنا بقول إن في تكوينات فطرية innate structures في عقولنا اللي بتنظم وتتحكم في المعلومات اللي بنكتسبها عن طريق خبراتنا وتحولها لمعرفة. فكروا فيها زي ماكينات لإنتاج المعرفة في عقولنا، بنتولد بيها بتحول المعلومات لمعرفة. يعني مثلا يا سير هيوم، أنا لو شفتك بتكسر لوح الإزاز إياه بشاكوش، المعلومة دي هتدخل عن طريق عيني لعقلي اللي هيكون صورة ثلاثية الأبعاد من خلالها ويحطها في صورة متحركة. الماكينات الفطرية للمعرفة اللي في عقلي هي اللي هتخليني أشوف الشاكوش ولوح الإزاز كحاجتين منفصلتين، وهي برضو اللي هتخليني أشوف الشاكوش كسبب لكسر لوح الإزاز. ولأنها ماكينات فطرية فكلنا بنتولد بيها، وعلشان كده معرفتنا عن العالم مشتركة، وكمان إحنا محتاجين العقل بتكويناته الفطرية بجانب التجربة والمعلومات اللي بتمد عقلنا بيها علشان نقدر نوصل للمعرفة الحقيقية. قبل ما نقدر نفهم المشكلة بين نظريات العقلانيين والتجريبيين، من المهم الأول إننا نفهم ثلاث فروق أساسية بيستخدمها الفلاسفة للتفريق بين المدرستين دول. الفرق الأول: البداهة والاستدلال priori and posteriori. المعرفة البديهية هي المعرفة اللي ممكن نوصل لها من غير الاعتماد على التجربة لإثباتها. يعني أنت مش محتاج مثلا تدخل المعمل أو تسافر رحلات استكشافية علشان تثبت أن 2 زائد 2 تساوي 4. المعرفة دي بديهية، زي ما كتب الفيلسوف الإنجليزي جالين ستروسن: المعرفة البديهية هي المعرفة اللي ممكن تحصل عليها وانت قاعد على الكنبة بتاعتك في البيت، مش محتاج حتى تقوم من مكانك علشان تثبت صحتها. لكن على النقيض، المعرفة الاستدلالية هي المعرفة اللي بتتطلب خبرة وبحث في العالم المادي لإثبات صحتها. مثلا كل الثدييات تلد، أو الرمال لونها أصفر. علشان تثبت الفرض ده لازم تخرج للعالم المادي، تسافر للصحراء وتستدل عليه. الفرق الثاني: التحليل والتركيب analytic versus synthetic. أي فرضية هيقال إنها تحليلية لو ما كانتش بتقدم أي معلومات زيادة عن معاني الكلمات المستخدمة في الجملة. فمثلا حقيقة الجملة: كل العزاب غير متزوجين، مفهومة بمجرد فهم معاني الكلمات وعلاقتها في الجملة دي ببعضها. لكن على العكس من جملة كل العزاب بائسين، دي فرضية تركيبية لأنها بتركب مبادئ مختلفة تماما مع بعضها، وبالتالي بتقدم معلومة مهمة قد تحتمل الصحة أو الخطأ. وعلشان نتأكد من صحة أو خطأ الفرضية دي لازم نجري بحث نفسي على كل إنسان عازب علشان نتأكد أنه تعيس. الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت
أول من طرح نظرية الفرضيات التحليلية والتركيبية في عمله الأهم نقد العقل الخالص Critique of Pure Reason، واللي كان جزء من هدفه فيه أنه يوضح أن في أنواع أو فئات من الأفكار والمبادئ زي المادة السببية عن طريقها ما نقدرش نعرف العالم المحيط بينا لكنها مهمة لتفسيره. هنتكلم عن إيمانويل كانت بالتفصيل في مرة تانية. الفرق الثالث الضروري والمشروط necessary versus contingent. الحقيقة الضرورية وأحيانا بيقال عنها الحقيقة المنطقية هي الحقيقة اللي مش ممكن ما تكونش، اللي لازم تكون دايما صح في أي موقف في أي مكان وفي أي زمان. أما الحقيقة المشروطة هي حقيقة صحيحة لكن مشروطة بعوامل في العالم اللي بتتحقق فيه، سواء عوامل زمنية مكانية إلى آخره. فمثلا كل الأولاد أشقية، دي حقيقة مشروطة قد تكون صحيحة أو خاطئة متوقفة على تصرفات كل الأولاد، لكن لو فرضنا أنه فعلا الجملة طلعت صحيحة وأثبتنا أن كل الأولاد أشقية بما أن أحمد ولد إذن بالضرورة أحمد شقي. الجملة الأخيرة دي حقيقة ضرورية أو منطقية عن طريق الاستنباط الاستدلالي deductive reasoning لو فاكر من الحلقة اللي فاتت. واضح ان في انسجام بين الفروق التلاتة، فمثلا الجملة التحليلية الصحيحة جملة ضرورية وبالتالي معرفة بديهية، اما الفرضية التركيبية الصحيحة مشروطة وبالتالي استدلالية. في الواقع الامور مش بالشكل ده، لكن ده واحد من الفروق الجوهرية بين الواقعيين والعقلانيين كامن في طريقتهم لربط المصطلحات دي ببعضها. فتبقى مهمة العقلانيين إثبات إن في جمل تركيبية بديهية، يعني ببساطة معرفة عن العالم المادي المحيط مكتسبة عن العقل والمنطق بشكل غير تجريبي، وعلى الجانب الآخر هدف التجريبيين في العادة إثبات إن الحقائق البديهية الموجودة زي مثلا المعادلات الرياضية في الواقع حقائق تحليلية مش تركيبية. الرياضيات كانت دايما وأبدا أرضية المعركة الشرسة ما بين العقلانيين والواقعيين. بالنسبة للعقلانيين الرياضيات كانت هي النموذج المثالي للمعرفة لأنها بتقدم عالم من الرموز المجردة اللي عن طريقها الوصول للمعرفة ممكن يحصل بس من خلال المنطق والتفكير. التجريبيين مش هيعدوا للدعاء ده بسهولة، مجبرين إما إنهم ينكروا إن الحقائق الرياضية ممكن تتعرف بس بالطريقة دي أو يثبتوا إن الحقائق دي تحليلية. غالباً التجريبيين بيطرحوا حجج إن الحقائق الرياضية المجردة مجرد تراكيب صنعها البشر وإن التفكير الرياضي في نهاية الأمر هو مسألة اتفاقية، اتفاق مش اكتشاف، إثبات مش حقيقة. العقلانيون والتجريبيون ممكن يختلفوا حوالين أشياء كتيرة لكن على الأقل بيتفقوا على إن في أساس مطلوب للمعرفة، سواء الأساس ده كان المنطق أو التجربة. فعلى سبيل المثال في القرن الـ18 الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم انتقد ديكارت في بحثه الخيالي حسب تعبيره عن النقطة الثابتة لليقين اللي من خلالها ممكن نوثق ونوصل لكل المعرفة بما في ذلك صدق حواسنا. ارجع لكلامنا في حلقة الأنا. لكن هيوم ما قدرش ينكر إن في أساس أو قاعدة مطلوبة للمعرفة، القاعدة دي بالضرورة هتتجنب المعرفة الفطرية والمعرفة المكتسبة عن طريق أنظمة الاعتقاد التقليدية عند معظم البشر. العقلانيين والتجريبيين في حقيقة الأمر أصوليين foundationalists، لكن في أساليب تانية لكيفية الوصول للمعرفة بتختلف مع الفرضية الأولى إن في أساس أو أصل للمعرفة. يمكن المدرسة التانية الأكثر تأثيرا هي الاتساقية coherentism، وفيها المعرفة الحقيقية هي عبارة عن شبكة متداخلة من المعتقدات، كل معتقد مربوط وبيدعم المعتقدات الأخرى فبيكون جسد متسق من المعرفة. لكن في واقع الأمر الجسد ده
تكوين معرفي بلا أساس، فاعتقادك في حقيقة جديدة لازم يكون متسق ومتناسق مع باقي معتقداتك وأفكارك علشان يكون المعتقد ده صحيح. العقلانية والتجريبية في أشكالها الأصلية هي نظريات عفى عليها الزمن النهاردة، وده جزئيا بسبب رؤى إيمانويل كانت، ومع ذلك فهي ما زالت أفكار مفيدة لتصور المعرفة بطريقتين مختلفتين وإزاي بنوصل للمعرفة دي. وأفكار المدرسة العقلانية هتفضل جذابة كل ما كان عندنا معرفة ما نقدرش نفسرها بسهولة عن طريق الخبرة، والمدرسة التجريبية هتفضل أفكارها جذابة طول ما فكرة الأفكار الفطرية غريبة على عقلنا. ودلوقتي يا ترى كونت فكرة عن إيه مصدر معرفتك؟ اخرج للحياة، اتعلم حاجة جديدة، بس المرة دي اسأل نفسك يا ترى أنا اتعلمت المعرفة دي عن طريق احتكاكي وخبراتي بالعالم اللي حواليا، ولا المعرفة دي كانت جوايا طول الوقت من لحظة ميلادي؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتسافر في الزمان والمكان، هنسيب عصر النهضة الأوروبي ونرجع للعصر العباسي في عاصمته بغداد. هنشوف ازاي فيلسوف العرب الأول الكندي فكر في طبيعة المعرفة وأدواتها، عن المنطق، الإدراك الحسي، الإدراك المعرفي، وعلاقة الفلسفة بالدين. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.